أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما الثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم عجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما تغى الماء هملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يهض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا الحميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فإنه لتذكرة للمتقين، وإنا
لنعلم أن منكم مكذبين فإنه لحسرة على الكافرين فإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.